مرحبا جميعا، معكم سام من قناة كينج اوف جيمز، ورجعت لكم فيديو جديد عن اخر اخبار تسريبات عن لعبة فري فاير. فيديو اليوم في عنا مو كتير تسريبات، لكن تسريبات مهمة عن الفاير باس القادم اللي راح يكون معنا بأول الشهر القادم شهر مارس. هذا الفاير باس حكينا عنه من قبل، لكن سربنا السكنات بس والاغراض وما كانت مشفرة وما كنا نعرف اي شيء عن اغراضه. حاليا في عنا التسريب الكامل للفير باس القادم اللي راح يكون عن موضوع نهاية العالم مثل ما حكينا. فراح نشوف كل الأغراض اللي راح تكون معنا بهذا الفير باس أو بهذا الموسم. أول شي راح تشوفوا هلق الإعلان الخاص بالفير باس أمامكم على الشاشة. ومثل ما شفتوا اعلان الفير باس اسطوري كتير يعني، والسكنات مبينة انه خرافية. هلق راح نشوف تسريب الاغراض على الشخصيات، ومن داخل اللعبة نشوف كيف شكلين. مثل ما تشوفوا حاليا في عنا كنزي لشخصية البنت، ما كتير عجبني تصميمه. هون الافاتار، في عنا هلق سكين لسلاح السي جي 15 مثل ما بتشوفوا. هون سكين المظلة أسطورة، عجبني تصميمه كتير. بنشوفه انتو شايفين الألوان فيه حلوة كتير، يعني سكين المظلة عجبني. اكتبونا رأيكم فيه بالتعليقات. هلا شوفوا السكينات الكاملة تبعت الصبي والبنت، أسطورية كتير بالفيرباس. في عنا هون البينر، بينر كمان حلو شوي. هاي الكنزة كمان مثل كنزة البنت يلي بأول فاير باس. دول الكنزات ما عجبني ألوان أو تصميم، ما بعرف، ما حسيت إلا أي نكهة، يعني الألوان ما أنا مناسبة هاي الكنزة. هون الأفاتار، في عنا هلا قاعدة سكين البنت، سكين أسطوري، تأثيرات القناع، إجر الشخصية، التياب، ألوانها خرافية كتير. شوفوا حتى الشعر أسطوري، يعني ما بعرف، أنا ما حسيت سكنات ممكن تكون أسطورية مثل هيك، بس حسيته شيء تصميم جديد للسكنات غير السكنات اللي كانت تنزل عنا، في تطور بالتصميم بالسكنات. القناع متل ما شايفين له تأثيرات، كل شيء السكن كل قطعة حلوة. ما بتوقع سكين ضخم حتى، يعني حتى سكين الصبي كمان شيء اسطوري، شعر السكين شيء خرافي. هلق بنشوفه، انا شفت الفيديو من قبل. يعني في عنا هون سكين لسلاح الام 14، كمان مثل ما بتعرفوا انه كل سكينات الاسلحة بالفير باس ما بيكون لها قدرات. ما بعرف هذا ال 24 ساعة اذا هو السكين راح يكون 24 ساعة ولا، لكن ما بتوقع. هاي الرقصة مثل ما تشوفوا رقصة حلوة كمان، حلو هاي، بس تقتل سكواد كامل تعمله، خاصة إذا كنت أسطورة الهيد شوت. في عنا هون الكنزة المجانية، كمان ألوانها مثل الكنزات المنفردة اللي قلتلكن عنين بالفاير باس. الألوان ما عجبتني، يعني انا ما بستخدم كتير الكنزات خاصة لانه بينخف على الدرع، لكن في كنزات احيانا بستخدمها، كنزات تكون اسود سادة او هيك بحبها لهي الالوان، اما تكون هيك الوان مو حلوة. في عنا هذا البينر كمان مثل ما شايفين. هون الزلاجة، الزلاجة هي ما كتير عجبني تصميمه كتصميم، كالوان ما بعرف. في عنا
الزلاجة التانية ألوان الدخنة اللي ما تطلع منها، الألوان بشكل عام حلوة لكن نفس التصميم. هاي التصميم ما حسيت فيه شيء جديد، أو يعني اكتبوا لنا رأيكم بهذا الشيء بالتعليقات، يعني لازم يعملوا تصميمات أحلى من هيك. ما بعرف ليش دائما الزلاجات عم يعلقوا على تصميم واحد بضلوا يكرروا، يعني بحسوا شيء عادي، ما في شيء جديد. هون في عنا البنر كمان اللي مش شايفين شعار النوة، وهون كمان بنر، في عنا هون كمان الصندوق اللوت او صندوق الموت، كمان التأثيرات اللي فيه ما بعرف انه بس قال بتتحرك هاي الشفرات الموجودة على الصندوق، ما بتأثر بتوقع بالجيم، يعني حتى هون يا دوب مبين انه كيف ما تتحرك الشفرات، جوا الجيم راح تبين هاي التأثيرات بتوقع، لانه راح يكون صندوق الموت صغير ما بيبين كبير كتير. وهي الزلاجة التانية الموجودة بالفاير باس مثل ما حكيت لكم ألوانها حلوة لكن التصميم مثل هداك، بس الألوان حلوة يعني بتحسوها طابقة على التصميم المصممينه أكتر من هذيك الألوان اللي على الزلاجة الأولى. الزلاجة الأولى ما كتير عجبتني. في عنا هون أجزاء الماجيك كيوب والحجر التطور، حجر التطوير تبع الحاضنة. هون في عنا الشنطة المجانية بالميتين وسام، والشنطة الليت كمان بالميتين وسام. انتم شايفين الشنطة المجانية حلوة، يعني تصميمها حلو والألوان. هون الشنطة الليت يعني كمان ما عجبتني كتير، ما بعرف ما حسيتها حلوة كتير، لكن وخاصة بالليفل 3 لأنه الألوان فيها كتير، أما بالليفل الأول والثاني حسيتها يعني عادي، بس بالليفل 3 بتوقع تطلع ضخمة كتير، وأنا أحب الشنات الضخمة على السكنات. اكتبوا رأيكم بهذا الشيء بالتعليقات، هل عجبتكم هاي الشنطة أو التصميم الشنطة أو لا. أنا أكتر شيء عجبني بالفاير باس هو السكنات والرقصة، سكنات أسطورية يعني في عليا تعب بالتصميم. في عنا هلق الجائزة الأخيرة بالقسم المجاني بالفاير باس اللي هي حجر الصحوة، حسب ما نتذكر من أدمن سيرفر هذا الحجر راح يكون فيك تستخدمه على شخصية كيلي حتى تأخذ النسخة الجديدة من كيلي اللي هي كيلي فانتانيا، يعني راح فيك تأخذه بشكل مجاني الكيلي عن طريق إنك توصل ال 225 وسام بالفاير باس وما تضيع عليك اي مهمة من مهمات الفيتران والمهمات اليومية حتى تاخده اذا ما كنت مشتري الفاير باس. وهلق بتشوفوا تسريب سكين الصبي، ما بعرف، حسيت كتصميم سكين اسطورة، لكن في بعض القطع بالسكين الوانه مو زيادة مثل الكنزة، خاصة الكنزة الشعر اسطورة حتى مع الوانه، مع انه شوي يعني بعطيه تقييم للسكين 8/10، اكتبوا لنا رأيكم فيه بالتعليقات. وللفاير باس بعطيه تقييم 8/10 كمان، يعني في السكنات والرقصة حلوين وهذا أكتر شيء بهم، يعني الزلاجات في زلاجة حلوة والشنطة كمان عنا يعني تقريبا حلوة مثل ما حكينا. وهلق في عنا جائزة التسجيل المسبق اللي راح تكون على الفاير باس، هو صندوق كمان سكين لصندوق القتل أو صندوق اللوت، انتم شايفين بتطلع نار هذا السكين، كمان اكتبوا لنا رايكم فيه بالتعليقات وهل راح تسجلوا عليه مسبقا بسبب هاي الجائزة، او انتم متعودين دائما انكم تسجلوا عليه مسبقا من شان الاوسمي او هيك، فاكتبوا لنا هذا الشيء بالتعليقات. تاني تسريب معنا بفيديو اليوم عن سكين السلاح اللي راح يكون معنا بالويبون رويال بعد فترة قصيرة، راح يكون سكين للسلاح الآن 94 او القدرات الخاصة فيه راح تكون بيزيد 2 من الدمج ويزيد 1 من الاكيروسي او الدقة بالسلاح، ينقص 1 من المخزن الذخيرة او الامو، وراح يكون بتوقع سكين اسطوري للسلاح خاصة مع التعديلات اللي عملوه عليه جديد، فراح يكون سكين بتوقع او يعني سلاح اسطوري مع هذا السكين حتى.
فاكتبونا رأيكم بهذا السلاح إذا جربتوه بعد التحديث من ناحية السلاح بس، وهل هذا راح سكين راح يكون قوي السلاح أو يضعفه، يعني اكتبونا رأيكم بهذا الشيء بالتعليقات. وبنعرض أمامكم على الشاشة هلق تسريب لشكل السكين والتأثيرات الخاصة فيه. وبس هيك بنوصل معكم لهذا الفيديو، اذا عجبكم لا تنسوا اللايك ومشاركة الفيديو مع اصدقاء، واذا كنت جديد اشترك في زر الجرس حتى تصلك فيديوهات القناة اول باول. كان معكم سام قناة King of Games، ومع السلامة.